مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. يوم جديد من ايام الدوري المصري الممتاز الايجيبشن بريمير ليج في الامطار الاخيره والاسابيع الاخيره من النسخه رقم 62 وثالث ايام الاسبوع رقم 29 بثلاث لقاءات مهمين، وكل فرقه اصبحت فاهمه هي عايزه ايه من الدوري وتقدر تعمل ايه في الاسابيع الاخيره دي. خلاص الامور ابتدت تبان كملامح قمه والصراع المشتد ما بين الاهلي والزمالك، المربع الذهبي ثم المنطقه الدافئه واكيد اخيرا الهروب من الهبوط. لقاءنا الرئيسي في الاستوديو هيكون لقاء غزل المحله اللي بيستضيف وادي دجله، بحثا عن ثلاث نقاط تاكد بقاء غزل المحله في الموسم الجديد وسط الكبار وتبعد دجله عن الصراع اللي بيعاني منه في السنين الاخيره وصراع الهبوط. مواجهه مهمه جدا ومرتقبه، فكيف ستكون مواجهه خالد عيد مع عبد الباقي جمال؟ المحله صاحب المركز ال13 ب32 نقطه بيستضيف دجله صاحب المركز قبل الاخير ب23 نقطه، وزي ما احنا شايفين موقف الفرقتين، المحله لعب 28 لقاء حقق الفوز 7 مرات وتعادل 11 مره وتلقى هزيمه في 10 مباريات، سجل 22 هدف واستقبل 32 هدف. اما دجله فلعب نفس الرصيد من المباريات لكنه حقق 4 فوز 11 تعادل و13 خساره، سجل 25 هدف وتلقى 35 هدف. اما الموقف بصفه عامه خلينا ناخد الاول مباريات الاسبوع رقم 29 واللي اتفرجنا منه على الاول 4 لقاءات في اليوم الاول، لكن النهارده عندنا 3 لقاءات، غزل المحله مع دجله الساعه 7 مساء، ثم المقصه في نفس التوقيت مع سيراميكا كليوباترا ولقاء مهم جدا ايضا للفرقتين، واخيرا قمه اليوم الاتحاد السكندري اللي بيستضيف الزمالك في لقاء مهم جدا جدا سواء صداره الدوري او صراع المربع الذهبي. بكره ان شاء الله عندنا قمه من قمم الكره المصريه، الاهلي مع الاسماعيلي الساعه 9 مساء، وايضا لقاء مهم جدا في مواجهه موتسماني مع ايهاب جلال. اتفرجنا على 4 مباريات في اليوم الاول من الاسبوع 29، تعادل اسوان مع الانتاج الحربي بهدفين لكل فريق، الجونه ايضا تعادل مع البنك الاهلي بهدف لكل فريق، ثم فوز المصري بورسعيدي على المقاولين العرب 3-1 وهو الفوز اللي ضمن للمصري المشاركه في الكونفدراليه في الموسم الجديد، ثم تعادل طلائع الجيش مع بيراميدز 1-1، واخيرا امبارح اتفرجنا على امبي وتعادل سلبي مع سموحه. ترتيب الجدول حتى الجوله وحتى اللحظه، الاهلي والزمالك على القمه ب 64 نقطه وفارق 4 اهداف فقط ما بين الفرقتين، او عفوا 5 اهداف ما بين الفرقتين، المصري بيجي ثالث في المركز الثالث ب 46 نقطه، بيراميدز رابع ب 43، سموحه خامس ب 41 ونفس الرصيد للاتحاد السكندري، في السابع امبي ب 39 نقطه، طلائع الجيش في الثامن ب 38 نقطه، والجونه تاسع ب 37 نقطه، مصر المقصة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة أيضا، الإسماعيلي في المركز ال 11 ب 36، سيراميكا كليوباترا في المركز ال 12 ب 33، غزل المحلة في المركز ال 13 ب 32، المقاولين في المركز ال 14 ب 29 نقطة، والبنك الأهلي في المركز ال 15 ب 28، ثم ثلاثي الخطورة. مثلث الخطورة بيبدأ من أسوان في المركز ال 16 ب 26 نقطة، دجلة في المركز قبل الأخير ب 23 نقطة، وأخيرا الإنتاج الحربي برصيد 20 نقطة. بعد الفاصل ندخل في اللقاء فنيا، كيف ستكون مواجهه مهمه جدا لا تحتمل الاسم على 2، خالد عيد في مواجهه عبد الباقي جمال، غزل المحله بيستضيف دجله على استاد المحله مع 3 من نجوم مصر الكبار، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن عمرو دسوقي، وكابتن محمد زيدان في استاد مصر.